يوم القيامة توقفين قدام رب العالمين فتأتيك سيئات كثير أنت ما سويتيها، والله ما سويتيها، لكنها سيئات وذنوب اللي أنت كنت سبب في وقوع الذنوب والسيئات عليهم. كيف؟ نشرت أغنية، أرسلت أغنية، نشرت صورة فاضحة، صورة فاتنة، وزعت، نشرت مقاطع سيئة، كله على ظهرك. يقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم يعني ذنوبهم التي فعلوها بالدنيا أو كانوا سببا في نشر المعاصي للعالم وسببا في نشر الذنوب للعالم، ماتوا ورحلوا وخلفوها من بعدهم فصبوا على قبورهم سيئات والعياذ بالله. أعوذ بالله، والله الوحدة عساها تتحمل ذنوبها، كيف تتحمل ذنوب العالم؟ فأنت انتبه يا أختي الكريمة، كوني مفتاح للخير حتى يكون لك الأجر. يوم القيامة تأتيك حسنات كثيرة أنت ما فعلتيها، ليش؟ لأن أنت كنت سبب في نشر هذا الخير، مقطع خير، قرآن، محاضرة، ذكر، صورة معبرة، شعر هادف. الله أكبر. الله الله يا أختي الكريمة، أزيل الصور الفاتنة، أزيل المقاطع اللي قد تشهد عليك. انتبهي يا أختي الكريمة، كوني مفتاحا للخير وكوني مغلاقا للشر.